الحضور الكرام، المشاهدون الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العاشر من كانون أول ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصبح فيما بعد الأساس لكل الوثائق والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من التقدم الحاصل عالمياً في مجالات حقوق الإنسان وعقد الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الشأن على مدى أكثر من 7 عقود من عمر هذا الإعلان، إلا أن حقوق الإنسان الأساسية في العراق تتراجع كثيراً تحت حجج وذرائع شتى، حتى أضحت رفاهية بعيدة المنال بعد أن أفرغت من مضمونها التحرري وفقدت غطاءها الأخلاقي، وسط تضاؤل ملحوظ لدور المنظمة الأممية في حماية حقوق الإنسان العراقي وتوفير مقومات الحفاظ عليها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى العمل الجاد في سبيل إيجاد مسارات قانونية كفيلة بتصحيح الخلل الواقع، ويستدعي تعبئة الإرادة السياسية لتحويلها إلى مبادرات إيجابية تضمن إنصاف الضحايا قانونيا. وستقدم في هذه الندوة ورقتان، الأولى بعنوان في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التعريف والمضمون والمميزات والقيمة القانونية لجهة الإلزام من عدمه، يقدمها القاضي الدكتور محمد الطراونة نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، والثانية بعنوان مدى الالتزام الرسمي بتطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحالة العراقية انموذجاً، يقدمها الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. بادئ ذي بدء، نبدأ مع الورقة الأولى المعنونة في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التعريف والمضمون والمميزات والقيمة القانونية لجهة الإلزام من عدمه، يقدمها القاضي الدكتور محمد الطراونة نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي عن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بحب أشير بعجالة ودائما بكرر عليها، بقول لهم لطلابي أو لا اللي بلتقي فيهم، بقول اليوم أصبحت مقاييس الدول على صعيد العالم أجمع مدى اهتمام الدولة بالحقوق وبالحريات، بدليل اللي كان مشرف على طروحتي في الماستر في السويد بروفيسور اسمه كورين ملندر، دائما وابدا بتذكر هاي المقولة، صارت بينه وبينه صداقة شخصية، بقول له كيف صرتوا متطورين انتوا الدول الاسكندنافية حتى عن أوروبا، بقول صرنا متطورين وصبحنا سادة العالم بسبب اهتمامنا في الحقوق والحريات وحقوق الإنسان. والشغلة الثانية جزء يعني صارت في العالم العربي، وحضراتكم متابعين أكثر مني من 2011 العديد من الثورات والتغيير وكذا، لم تكن ثورات جياع إطلاقا، كانت ثورات بحث عن الحرية وعن الكرامة وعن يعني بجوز أنا بشير للمادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحضراتكم بجوز كلكم اطلعتوا عليها، أنه ولد الناس وأحرار، هاي قيلت قبل 1500 سنة، يا ابن العاص ما تستعبدتم الناس فقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وبجوز النقطة الثالثة اللي بدي أشير لها قبل ما أبدأ اللي تفضلنا فيها حضرتك في الاستراحة، أنه بقول العبرة مش في النصوص، بجوز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني له قصة طريفة، وحضراتكم بجوز أعلم مني بهذا الموضوع، اجتمعوا المنتصرين في الحرب العالمية الثانية 1945 مشان إقرار ميثاق الأمم المتحدة، ودائما وابدا انا بقول في محاضراتي وبعض المؤلفات المتواضعه
بقول مفاهيم القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يصنعها الأقوياء، يصنعها المنتصرون في الحروب، بدليل أنه في نص في ميثاق الأمم المتحدة من 1945 لغاية الآن حق النقض الفيتو للدول، اجتمعوا على طاولة قالوا إحنا اللي انتصرنا وإحنا اللي ضحينا أبنائنا وحروب، وصلوا لنتيجة أنه الحروب ما فيها لا خاسر ولا رابح، الكل خاسر في الحروب، حتى اللي انتصر نصر عسكري، قالوا بدنا نسوي ميثاق الأمم المتحدة، وأشاروا في ميثاق الأمم المتحدة على استحياء في فقرة في الديباج إذا حضراتكم بكل تأكيد مطلعين عليها، أنه يعني الكرامة المتأصلة والحقوق للإنسانية جمعاء بعد الحروب والويلات. بعد تقريبا 3 سنوات من إقرار ميثاق الأمم المتحدة أصبح العالم يفكر أنه نحن بحاجة إلى وثيقة ميثاق شرف. طبعا هو التسمية له في ذلك الوقت إعلان، طبعا تسميات كثيرة في القانون الدولي، إعلان، بروتوكول، وثيقة، معاهدة، قالوا بدنا نعمل نوع من الاتفاقية أو مبادئ لدول العالم كلها في الحقوق والحريات. في ذلك الوقت حضراتكم كان العالم منقسم لشقين، الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية. اشترك في صياغته هذا الإعلان عدة شخصيات، كان من ضمنهم شخصية عربية لبنانية، شارل مالك، في إقرار هذا الميثاق. وقسموا الميثاق لقسمين، إذا بتلاحظوا الميثاق في النتيجة بنقسم لقسمين، الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كانت حتى إرضاء دول الكتلة الشيوعية والاشتراكية والحقوق الرأسمالية. بالمناسبة المعاهدات الدولية بتصير فيها كيف التجار زي صفقة، مرر لي هذا النص بمرر لك هذا النص. الدول الاشتراكية كانت تركز على حق الملكية الجماعية، على حق العمل، على حق الصحة، على حق التأمين في الحياة، والدول الرأسمالية كانت تشكل على الحقوق اللي اليوم بنشوفها اللي هي الحق التعبير، الحقوق المدنية السياسية والحقوق الاقتصادية. المقدمة في الديباجة نفس ديباجة الأمم المتحدة، الإعلان بتكون من 30 مادة، طبعا مقسمة باختصار على مجموعات رئيسية، هي الحقوق المدنية السياسية، الحقوق الاقتصادية مثل ما ذكرت، الاجتماعية، الثقافية، أيضا الحقوق الجماعية للشعوب اللي هاي بسموها حقوق الجيل الثالث، اللي هي الحق في البيئة السليمة، الحق في الشعوب في تقرير مصيرها، الحق في الحقوق اللي بتهم كيف الشعوب تتملك مصادر ثرواتها الطبيعية. هذه للأسف بجوز يعني الواقع العملي بفرض شيء مختلف. هلأ الإعلان بجوز فيه نقطة مهمة بحكم الوقت بدي أشير لها، قلنا في 48 صدر لغاية 1966 ما كان في لي إلزام، كان يقولوا عنه أنه زي قيمة رومانسية مثل مبادئ، إلى أن صدر في عام 1966 العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والعهد الثاني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الفرق بين الإعلان والعهدين، الإعلان في ذلك الوقت ما كان ملزم لأنه بس تشوفوا لغة خطابه أنه ونأمل من الدول الأعضاء ونتأمل زي طريقة الرجاء بترجع. صدروا العهدين عام 66، دخلوا حيز النفاذ بعد مرور 10 سنوات عام 1976. العهدين ملزمين للدول لأن الدول بقوا عليها زي اتفاقية، ملزمة للدول، ملزمة للقاضي الوطني يستطيع أنه يلجأ إلها، ملزمة للمحامي، ملزمة للجهات التشريعية. وبجوز بالمصادفة يعني في كثير من الأحكام في الهيئة التمييزية واللي كان إلي شرف أنه أشير للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي من باب التطبيق لمفاهيم حقوق الإنسان. يعني عرضت علينا قضية ما أو قضيتين، ففي القرار ذكرت أنا وزملائي أنه هذا مناهض للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. منهم على سبيل المثال بجوز الجدل اللي صار قبل سنتين أو سنة ما يسمى بحبس المدين، قلنا في تشريعنا الوطني يجوز حبس المدين، بينما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 12 بتقول لا يجوز حبس شخص وفاء لدين تعاقدي. في قضايا التعذيب قلنا لا،
في عنا اتفاقية صادقنا عليها، لا يجوز أنه أنك تمارس نوع من أنواع التعذيب ضد المواطنين أو السلطات الرسمية. وهاي بجوز يعني اللي بتقودنا للنقطة الأولى، أنه كيف بتعزز مفاهيم حقوق الإنسان. يا أخوان بكل صراحة، يعني أنا بحكي مع أهلي وأخواني، بقول تتعزز مفاهيم حقوق الإنسان في دولة المواطنة، في دولة سيادة القانون. لكن للأسف ما بدي أنه بس أرسم صورة مثالية، لا، في تحديات في مسيرة حقوق الإنسان. يعني الدول للأسف الغربية، وعلنا بحكي يعني ما بجهر في هذا الحكي لأنه هذا الواقع، أنه في ازدواجية في تطبيق معايير حقوق الإنسان. يعني مثلا مين أعطى الحق للولايات المتحدة الأمريكية أنها تصدر كل سنة تقرير تقيم دول العالم، أنت سجلك جيد في حقوق الإنسان وأنت سجلك غير جيد؟ طب ما أنت سجلك أنت في بعض المناطق غير جيد، سجل الولايات المتحدة الأمريكية غير مشرف، لا في أفغانستان ولا في العراق ولا في اليمن ولا في شمال سوريا ولا في مناطق كثيرة. أنا بجوز فيه يعني ما بحكيها مجاملة لحضراتكم، بحكي من واقع، لا أنا زلم سياسي ولا ببلش في السياسة. تناقض، تنتقد الدول بينما مثلا بتشوف دولة زي إسرائيل يوميا بتنتهك حقوق الإنسان على مدار الساعة. بجوز قبل أسبوع كان لنا محاضرة على الزوم حول الاعتقال الإداري، أرقام مرعبة اللي سمعتها عن عدد المعتقلين، تجي بتتغنى فيها الدول الغربية بتقول لك هاي إسرائيل. وحتى بجوز يعني بالمصادفة في كثير من الساسة أو كثير من البلدان للأسف بأخذ عملية حقوق الإنسان كأنها عملية برستيج، إنه هاي والله عندنا تشريعات عندنا قوانين. أنا بقول هذه مش ترف، حقوق الإنسان ما أصبحت في العصر اللي بنعيشه فيه ترف، أصبحت ضرورة استراتيجية، ضرورة مهمة على طول المدى. لما تكون عندك مأمن لمواطنك الحقوق والحريات، اقتصادك بكون قوي، مجتمعك بكون قوي، تعليمك بكون جيد، البنية التحتية في مؤسساتك، الحق في التعليم في الصحة. يعني مرات كثيرة للأسف بجوز هاي النقطة اللي بتصير فيها نوع من الإشكاليات، إنه حاكم ما في بلد ما إذا بدي يعطيني حقوق يعني كأنه بدي يعطيني إياها منحة. لا، هذه حقوق إلي أصلا وانتزعت مني، ما بصير إنك تعطيني إياها نوع من المنية ونوع من التقدم. الآن في الوقت الحالي الإعلان العالمي صارت له قوة قانونية ملزمة. لماذا؟ لأنه أصبح نوع من القانون العرفي، كل دول العالم الآن أعضاء فيه لغاية هاي اللحظة، 195 دولة. في دولة قبل بجوز أسبوع استقلت عن الكومنولث البريطاني، دولة صغيرة، عدد بلدان العالم 196 دولة كلها أعضاء في العالم، صار ملزم لكل بلدان العالم. بجوز بس نقطة يعني بدي أشير إلها عن يعني بلدك، وقبل ما تكون بلدي الأردن، الآن يعني في المركز الوطني لحقوق الإنسان أطلقنا الخطة الاستراتيجية للأعوام 2025 للأعوام القادمة. اتخذنا قرار من على أعلى المستويات إدماج مفاهيم حقوق الإنسان حتى في المراحل الابتدائية للدراسة، نعدل المناهج، فرق كثيرة، فرق تشتغل على المناهج المدارس الابتدائية، الجامعات متقدمة، والجامعات التطور الأبرز أنه أصبحت مادة إجبارية، مادة حقوق الإنسان مش بس لطلاب القانون والسياسة، لكل طلاب، حتى طالب الطب، طالب الهندسة، من المواد في الخطة السنوية أنه لازم يأخذ مادة لحقوق الإنسان، لأن هاي حقوق الإنسان بتهم الطبيب والمهندس والقانوني والمحامي ورجل الشارع العادي، وهاي بتعزز. كنا نحكي أنا وأخونا الدكتور أيمن في الاستراحة، شفت التجارب في للأسف يعني اللي إن شاء الله أنه في يوم من الأيام بنلحق منها وما بنخجل من موروثنا اللي أشرت له قبل 1500 سنة في قضايا حقوق الإنسان، أنه في هاي الدول المتقدمة بتعلم الطفل في الكي جي 1 وهو بدايته شو حقوقه شو واجباته. بجوز بدي أختم في نقطة مهمة، وأشكرك دكتور أيمن أنك ذكرتني فيها، ما هي جهة الإلزام على صعيد كل دولة في تنفيذ الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية. وبالمناسبة دكتور أيمن، هذا جزء من المادة اللي بدرسها اللي هو التطبيق الوطني لاتفاقيات حقوق الإنسان.
مثلا في عام 2000 هلا كل الدول العربية تقريبا أعضاء في الإعلان العالمي وفي العهدين وفي ليش اسمه. مثلا على مثل إذا بدي أورد عن الأردن كيف التطبيق، في عام 2007 نشرنا كل الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلان العالمي والعهد الدولي في الجريدة الرسمية، والبرلمان أقر بعضها، وفي بعضها ليس بالضرورة أن تعرض على البرلمان. هلا لما تنشر بالجريدة الرسمية جهة الإلزام إجابة على الاستفسار بجزء أشار له أخونا الدكتور أيمن، تصبح كأنها صادرة قانون وطني عن البرلمان الوطني، ملزمة للقاضي، ملزمة للمشرع، ملزمة لرأس الدولة. بجوز الأسبوع الماضي كان بجوز على الإعلام، كنت أتابع دكتور أيمن، سلمنا التقرير السنوي اللي بصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان كل سنة، هذا بالقانون لازم يسلم نسخة لرأس الدولة. فكانت يعني بنفس اليوم اتخذ قرار أنه لكل دوائر الدولة وزعوا عليهم هذا التقرير. طبعا أشرنا في التقرير لكل السلبيات، شو في سلبيات في السجون، شو في إيجابيات، شو في سلبيات في الشارع، وركزنا على نقطتين إخواني في السنوات الأخيرة وحضراتكم عايشين العالم كله بيعاني منها. ركزنا على حقين من حق الإنسان بعد كورونا، حق الإنسان في التنقل، قلنا الظروف الطبيعية حق الإنسان في التنقل حق أصيل وثابت، يروح وين ما بده ويغادر. لكن شفنا اللي في كل دول العالم أنه كيف الإغلاقات وأوامر الدفاع قيدت هذا الحق. والحق الثاني هو الحق الثاني والثالث، الحق في العمل. قلنا في ناس هذول عمال مياوم اللي تعطلوا، طب هذول شو ذنبهم في كورونا؟ لازم الدولة تتحمل مسؤولياتها تجاههم اللي عمال مياوم. والحق في الصحة، والحق في الصحة بتقودني لنقطة انتقاد في العالم كله أجمع، بتبين كيف ازدواجية العالم، هذا اللي بيسوق علينا كل يوم العالم الغربي والعالم المتقدم مفاهيم حقوق الإنسان، لكن كورونا عرتهم، ورت الوجه الحقيقي لهم، أنه في دول في أفريقيا اللي بتشكل 52 دولة تبرع عليهم في نصف مليون لقاح، بينما دول أخرى طب ما أنتوا الدول العملاقة وأنتوا اللي بتأخذوا كل ثرواتنا وأنتوا اللي كذا. تبين زي في العالم في أول محطة أنه كيف بجوز هذا الانتقاد من منظمة الصحة العالمية نفسها ومن الأمم المتحدة، أنه هذا الحق في الصحة للجميع. طب أنتوا بتقولوا هذا في الإعلان العالمي اللي أنتوا وضعتوه بتقولوا أنه الحق الصحة للجميع، طب وين الصحة للجميع؟ دول في أفريقيا مش لاقي ثمن اللقاح والدول الأخرى. وهون ندخل للأسف بجوز في النقطة الأخيرة اللي بدي أشير إلها، أنه التقاطعات السياسية والمصالح المزدوجة والانتقائية في التطبيق اللي تدخل في مفاهيم حقوق الإنسان. سيد الكريم، أنا احتراما للوقت بجوز بدي أتوقف، بكرر الشكر لحضرتك وللدكتور أيمن وللقناة الكريمة، وإذا فاتنا شيء ما غطيته في المداخلة هي الورقة مكتوبة، وإن شاء الله إذا في أي استفسار من الإخوان الكرام أنا جاهز للإجابة عليه، وبعتذر عن الإطالة. شكرا. شكرا دكتور. أشكر الدكتور القاضي محمد الطراونة نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان على ورقته المعنونة في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التعريف والمضمون والمميزات والقيمة القانونية لجهة الإلزام من عدمه. شكرا لك دكتور. العفو. ننتقل إلى الورقة الثانية المعنونة مدى الالتزام الرسمي بتطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحالة العراقية نموذجا، يقدمها الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة عنوان الورقة يدل عليها، وهو مدى الالتزام الحكومي بتطبيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سنتحدث عن الحالة العراقية بطبيعة الحال، وهنا يعني ارتأيت أن تكون هذه الورقة عبارة عن دراسة شاملة للحالة العامة لحقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الأربع الماضية. لماذا؟ لأنه انتهت الحرب وعمليات العسكرية الكبرى قبل أربع سنوات، فيفترض أنه هنالك حالة من الاستقرار، لا توجد أو
تحجم الذرائع التي تستغلها الجهات المرتكبة كمحاربة الإرهاب والأمور الأخرى التي أصبحت يعني أسكمت الأنوف هذه الذرائع، مع ملاحظة أنه الأرقام الواردة في هذه الورقة هي مصدرها البيانات الرسمية والإحصاءات الحكومية المعلنة. طبعا هي أقل من الواقع بكثير، لكن هنا يعني الحقيقة يجب أن أقولها وينبغي أن تسمعوها، صعوبة بالغة في مسألة توثيق الانتهاكات في العراق، هنالك صعوبات جمة أمام هذه المسألة، وهذه الحقيقة لوحدها تعكس مدى الالتزام الحكومي أو الالتزام الرسمي بحقوق الإنسان، وبنفس الوقت الكم الهائل من الانتهاكات الحاصلة بحق المدنيين طبعا. ونؤكد أن الأرقام الحقيقية للضحايا أضعاف ما يتم إعلانه رسميا في العراق. أبدأ بحسب المحور بالنسبة طبعا سأتحدث بلغة الأرقام حتى يعني الأرقام لا تجامل أحدا ولا تنحاز إلى أحد، فهي لغة مجردة وعمليات حسابية، وأكرر أنه هذه الأرقام مصدرها من البيانات الرسمية. خلال السنوات الأربع الماضية في محور القتل خارج القانون لدينا أكثر من 11600 حالة قتل لمدنيين عراقيين، معظم الضحايا كانوا ناشطين مدنيين ومتظاهرين سلميين وأكاديميين ومثقفين وشخصيات ذات تأثير اجتماعي في مناطق مختلفة من البلاد. اشترك الضحايا في توجيههم انتقادات لاذعة للأحزاب المتنفذة وفضح الفساد والفشل الحكوميين، وعرفوا بمواقفهم الرافضة للنفوذ الإيراني في العراق ودعواتهم للتحرر والخلاص من هذا النفوذ. إلى جانب ذلك تم العثور على نحو 14,000 جثة في 220 مقبرة جماعية تم اكتشافها في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وبابل، نتحدث هنا عن الأربع سنوات الماضية. بنفس الوقت تم انتشال نحو 7,000 جثة من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الحرب في مدينة الموصل. بعملية حسابية بسيطة يكون المجمل لدينا أكثر من 32,000 مدني فقدوا حياتهم من جراء العنف خلال السنوات الأربع الماضية، أي بمعدل 8,000 مدني سنويا، يعني 22 شخص في اليوم خلال السنوات الأربع الماضية فقدوا حياتهم من جراء أعمال العنف في العراق بعد انتهاء العمليات العسكرية الكبرى التي كانت تتذرع فيها الحكومة للتستر على الانتهاكات الحاصلة. في محور الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والإعدام، هنالك أكثر من 21,000 حملة دهم واعتقال معلنة، نتج عنها اعتقال نحو 220,000 مواطن، وتسجيل 850 حالة قتل رافقت تلك الحملات. المعتقلون يتعرضون لعمليات تعذيب واسعة النطاق داخل السجون، ويواجهون كارثة إنسانية محققة داخل معتقلات تكتظ بالنزلاء وتفتقر لأبسط مقومات الحياة والصحة، بالتزامن مع انعدام إجراءات الوقاية وتفاقم انتشار وباء كورونا المستجد في السجون الحكومية المعلنة. بمعدل سنوي 55,000 مواطن يتم اعتقاله خلال السنوات الأربع الماضية.
يزاد على ذلك انتشار السجون السرية وأماكن التوقيف غير الرسمية في عموم البلاد. والعراق هو أكبر بلد من حيث الأعداد بالنسبة للأشخاص المفقودين بالعالم. إلى جانب ذلك ما يزال مصير أكثر من 28,000 مغيب من أبناء المحافظات المنكوبة، وهؤلاء اختفوا على أيدي القوات الحكومية وميليشيا الحشد في المدة ما بين 2014 و 2020. القسم الأكبر منهم محتجز قسرا في سجون سرية لدى الأجهزة الحكومية والميليشيات الولائية. كما تم رصد إعدام 48 معتقلا وتوثيق وفاة 295 آخرين تحت التعذيب أو من جرائه أو بسبب الإهمال الصحي داخل السجون. وفي العراق 14,000 محكوم بالإعدام، بينهم مئات النساء والقاصرين. المحاكم في العراق لها سجل حافل من الأحكام المشكوك فيها للغاية. عدم وجود قاعدة بيانات رسمية لأعداد المعتقلين في العراق. فضلا عن ذلك هنالك بناء لأكثر من 55 سجن كبير في العراق. طبعا هذه ليست خلال السنوات الأربع الماضية، لكن هذا بعد 2003، لكن هو السجون مستمر بناها. وهنا طبعا جميع الذين تم تنفيذ حكم أو عقوبة حكم الإعدام بحقهم، الجميع هم عراقيون، مع أنه يوجد ضمن المحكوم عليهم بالإعدام غير عراقيين. لماذا؟ هذا يفسر لنا أن هذه الأحكام هي أحكام جائرة، أحكام تفتقر في من خلال إصدارها لأبسط مقومات العدالة. لذلك الدول الأخرى ترفض تنفيذ حكم الإعدام بحق رعاياها في العراق، بغض النظر عن النظرة لهذه الفئة. بالنسبة لمحور الهجرة والنزوح القسري خلال السنوات الأربع الماضية، تسببت العمليات العسكرية الكبرى بتهجير 1,000,000 عائلة عراقية، أي نحو 6 ملايين مواطن، معظمهم نساء وأطفال. توفي منهم في المخيمات ما لا يقل عن 529 شخصا، بينهم 371 طفلا. وما يزال نحو 1,200,000 نازح يعيشون حياة الشتات والتشرد، لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم بسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم وغياب الخدمات الأساسية في مناطقهم. وتخللت السنين الأربع الماضية موجات نزوح متكرر للنازحين، يعني هو نازح أصلا لكن يضطر إلى النزوح إلى مخيم آخر أو إلى منطقة أخرى، وهذا يتسبب في تعميق آلام الشتات وضيق ذات اليد لدى النازحين بسبب غياب المعيل. أين المعيل؟ المعيل تم اعتقاله بذريعة انتماء أو بشبهة انتماء أو لأي سبب آخر، لأسباب أمنية تم اعتقالهم، ولكن عشرات الآلاف من المعيلين لا مصيرهم مجهول، والحكومة لا تجد ما تبرر به عن مصير هؤلاء. إلى جانب ذلك تم رصد العديد من موجات النزوح العكسي، والمقصود فيه هو نزوح من المدن باتجاه المخيمات التي هي مخيمات بائسة ومخيمات مهملة، لكن كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولا سيما بعد اعتماد الحكومة خيار إغلاق المخيمات وإجبار النازحين على العودة القسرية إلى مناطق غير آمنة دون تخطيط مسبق ولا توفير لأبسط أسباب العودة، ولا سيما السكن الكريم وسبل العيش.
وهنا نؤشر دور الميليشيات في التسبب بهذا بهذه الموجات أيضا، موجات النزوح العكسي، لأنه هي بطبيعة الحال كانت سبب في مضايقة الناس وملاحقتهم والانتهاك حقوقهم. فيما يخص أوضاع المرأة والطفل، لدينا 4 ملايين أرملة من جراء استمرار أعمال العنف في العراق. المرأة والطفل في مقدمة ضحايا العنف وغياب القانون. جرائم منظمة ضد النساء والفتيات شملت القتل الوحشي والاختفاء القسري والاعتقال بدون أوامر توقيف أصولية والتعذيب السادي. يعيش 40% من الأطفال أو من هم في سن الدراسة تحت خط الفقر. 50% من هم بعمر الدراسة محرومون من حق التعليم. انتشار ظاهرة عمالة الأطفال وتفاقمها بشكل كبير. رصد تصاعد ملحوظ في معدلات جرائم الاتجار بالبشر خلال السنوات الأربع الماضية عبر شبكات يديرها تجار وشخصيات حكومية متنفذة. 1/3 الضحايا نساء وأطفال. بما يخص محور الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري، يظل نظام المحاصصة أصل الفساد في جميع الدوائر الحكومية في العراق، والعراق خارج تصنيف الحرية الاقتصادية العالمية، وهذه طبعا مسألة سيادية. الدولة التي تفتقر إلى السيادة تكون خارج تصنيف الحرية الاقتصادية العالمية من جملة التي تعتمد عليها. العراق من البلدان الأكثر فسادا في العالم وفق مؤشر الفساد. حجم الفساد في العراق أكثر من 1200 مليار دولار. حجم الأموال المهربة إلى الخارج تجاوز 460 مليار دولار. 42% نسبة الفقر في بلد مثل العراق يمتلك الثروات والخيرات والإمكانات. ولحد اليوم لا يوجد قانون خاص بالقضاء على الفقر في العراق ومعالجته. 15% لا تصلهم من السكان لا تصلهم مياه صالحة للشرب. 66% من السكان غير مخدومين بشبكات الصرف الصحي في عموم العراق. 35% من السكان لا تصلهم الكهرباء. 6000 مشروع وهمي، هذا طبعا بجانب الفساد، و5000 مشروع متلكئ، و2900 مشروع متوقف أصلا. 40% نسبة البطالة. يوجد ما لا يقل عن 32,000 ملف فساد لدى لجنة النزاهة البرلمانية لوحدها لم يتم تفعيلها لتورط جهات سياسية متنفذة فيها. 40% من الشعب بحاجة إلى المساعدات. 12% من الشعب يعيشون في العشوائيات. 30% نسبة إعادة الإعمار في المدن المدمرة. اليوم تفتر في كثير من المدن المدمرة، ممكن في شارع تم تعبيده من جديد أو يعني تزفيته، لكن في جولة بسيطة في جميع المدن، حتى هذه النسبة هي يعني نسبة كبيرة لكن هي من المصادر الرسمية. العراق يحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن. 34% من السكان غير مشمولين بخدمة جمع ونقل النفايات. تهالك 90% من شبكات الطرق من جراء عدم التأهيل، ما يتسبب بحوادث مرورية كارثية يلقى آلاف المواطنين سنويا حتفهم من جراء هذه الطرق. عمليات تهريب جمركي في المنافذ الحدودية
يتم خلالها تحويل مليارات الدولارات سنويا من الخزائن الحكومية إلى جيوب الأحزاب المتنفذة والمسؤولين الفاسدين. 420 مليار دينار حجم الفساد سنويا، طبعا هذا حجم الفساد في مواقع التسجيل المرورية، هاي اللي تخص السيارات والمواصلات. ضغوط مفتعلة عصفت بالدينار العراقي أدت إلى استمرار هبوط سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، نتج عنه زيادة كبيرة بأسعار المواد الغذائية. ارتفاع معدل حالات الانتحار بنسب ملحوظة بسبب الفقر. نحو ربع موازنات العراق تعرضت للنهب، وهذه طبعا اعترافات برلمانية في خلال السنوات الأربع الماضية. ارتفاع الدين الخارجي للعراق ليتجاوز أكثر من 133 مليار دولار. اعتماد سياسة الاقتراض الخارجي الذي يعد احتلالا اقتصاديا سيصبح بموجبه البلد رهينة لهذه العقود. فرض ضرائب جديدة واستقطاعات مجحفة من الرواتب بحق شرائح واسعة من المجتمع العراقي، ولا سيما الموظفون بدرجات مختلفة والمتقاعدون وأصحاب الدخل المحدود. اعتداءات متكررة على حصة العراق المائية من قبل دول الجوار. إهمال ممنهج في معالجة الأنهر وانتشار عملية إلقاء المخلفات بسبب انعدام الرقابة. جفاف العديد من السدود بسبب قلة الإيرادات المائية للعراق من تركيا وإيران. فقدان 50% من مساحة الأراضي الزراعية خلال السنوات الأربع الماضية. استمرار عمليات تهريب النفط التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران. تعطيل ممنهج لقطاع الصناعة ومحاربة واضحة للصناعة الوطنية، وهذا أيضا باعترافات نيابية خلال السنوات الأربع الماضية. سوء الإدارة وغياب التخطيط في وزارة الزراعة يهدد ما تبقى من الزراعة والثروة الحيوانية. بالنتيجة أصبح العراق يستورد أكثر من 95% من السلع الاستهلاكية. بالنسبة للوضع التربوي والتعليمي، التعليم في العراق خارج التصنيف العالمي. 50% من المدارس في العراق بحاجة إلى إعادة تأهيل. يوجد في العراق 2000 مدرسة طينية في محافظات الجنوب، 15,000 مدرسة خارج الخدمة في العراق. العراق بحاجة إلى بناء 25,000 مدرسة جديدة. استمرار ظاهرة اختطاف الطلبة وتعرضهم للاعتداء والابتزاز. نسبة الأمية في العراق 50% للأعمار التي تتراوح بين 46 سنة. ولا يخفى على أحد أنه العراق يعني كان بلد خاليا من الأمية. آلاف الشهادات المزورة المباعة للعراقيين. إصدار قانون معادلة الشهادات العلمية على أساس غير علمي وغير مسبوق وغير معقول، تسبب بانحدار جديد في مستوى الشهادات العراقية التي كانت قبل 2003. طبعا هذا يعني الحقيقة هي المحاور كثيرة ولا يمكن حصرها. نأتي على وضع الحريات العامة والصحفية. العراق يتراجع إلى المركز 162 من مؤشر حرية الصحافة. توثيق 867 انتهاكا ضد الصحفيين في العراق خلال السنوات الأربع الماضية. طبعا مقتل أكثر من 900 متظاهر وإصابة ما يزيد عن 22,000 آخرين. حوادث خطف وتغييب بالمئات بالنسبة للمتظاهرين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. التغيير الديمغرافي حقيقة أختم فيه، أو بمسألة التعذيب سأختم بمحور التعذيب
وعذرا عن الإطالة، التعذيب في السجون الحكومية والمراكز الأمنية وأماكن التوقيف التابعة للأحزاب المتنفذة حالة عامة ومزمنة في العراق. المنظومة القضائية معتمدة في إصدار أحكامها على اعترافات أجبر المتهمون تحت وطأة التعذيب بجرائم لم يرتكبوا. مع علم القضاة بهذه الحقيقة ورؤيتهم لما يثبت ذلك بعين اليقين، تورط الأجهزة الأمنية بعمليات تعذيب سادية ممنهجة لا يمكن أن يكون الهدف منها الوصول إلى الحقيقة، رصد وتوثيق مئات القضايا الجنائية التي نظرت فيها المحاكم في العراق والتي صدرت بحق المتهمين فيها أحكام الإعدام استنادا إلى اعترافات أجبر المتهمون على الإدلاء بها، عدم الكشف عن مصير الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في السجون وأماكن التوقيف الحكومية في العراق، ولا سيما الذين لهم ملفات معروضة على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. لا يوجد قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين عن جرائم التعذيب بما يضمن سلامة الشهود وعدم التعرض لهم. وهنا يعني لا يمكن فتح ملف التعذيب في العراق في الظروف الراهنة، لأنه يتطلب تقديم معلومات كثيرة ومعقدة على وجه السرعة، وفيما إذا كان الأشخاص محتجزين ومختفين قسرياً، ويجب الإعلان عن التهم الموجهة إليهم أو الإفراج عنهم فورا، وإذا توفوا تحت وطأة التعذيب أو من جرائه فينبغي تقديم التفاصيل الكاملة عن ظروف وفاتهم لأسرهم، وينبغي إعادة جثثهم إلى عائلاتهم، وهذا كله مع الأسف غير متاح في العراق. في الختام يعني قد يسأل سائل، ألا توجد إيجابيات بالنسبة للحالة الحقوقية في العراق؟ الحقيقة أجاوب يعني بكل قناعة، لا توجد إيجابيات مع الأسف الشديد بالنسبة للحالة حقوق الإنسان في العراق على الأقل للسنوات الأربع الماضية. شكرا، عذرا للإطالة الحقيقة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق على ورقته التي كانت بعنوان مدى الالتزام الرسمي بتطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحالة العراقية النموذجة. أستاذ الكرام، نفتح باب الأسئلة والنقاش بدقيقة واحدة مختصرة لكل سؤال، إذا حابين تسألوا تفضل. هل هناك حقوق أساسية وحقوق ثانوية في مبادئ حقوق الإنسان؟ وهذه الحقوق الأساسية التي ممكن نعتبرها هي الضروريات، هل هي فعلا رفاهية أم هناك أمور أخرى تستوجب أو توفر الرفاهية؟ هذا أولا. الأمر الآخر، ذكر الدكتور أيمن مأساة العراقيين وانتهاك حقوق الإنسان فيها بكل المجالات، لا يوجد شيء إلا وقد انتهكت حقوق الإنسان فيه، وبالمقابل من يخرج المطالبة بحقه يعتقل ويذهب إلى المحاكم، والمحاكم تعلم أن هذا مظلوم الذي يطالب بحقه، ثم نجد أن حقوق أحكام قاسية وظالمة وجائرة يحكم بها هذا المواطن الذي طالب بحقه. فالسؤال، أين يذهب هذا المواطن، وكيف يمكن ردع القضاة الذين هم أيضا مشاركون ومشتركون في هذه الجريمة، جريمة انتهاك حقوق الإنسان، خصوصا أنهم يحكمون بأحكام إعدام وسجن مؤبد، فأين يذهب وما هي السبل لردع هؤلاء القضاة؟ وشكرا لكم. أشكرك سيد الكريم على السؤال. أنا بجزء الشق الأول من سؤالك، الشق الثاني بجزء بدحيره لأخونا الدكتور أيمن. ما في حقوق أساسية وثانوية، وهي ميزة مفاهيم حقوق الإنسان إنها كلها حقوق مترابطة مع بعضها البعض. يعني أربل حضرتك مثل، ما بصير أجي واحد مو شبعان ما عنده غذاء ولا صحة أقول له بدي أعطيك الحق في التعبير أو الحق في الانتخاب، طب كيف؟ هذا في حقوق أهم، هاي الحقوق كلها مترابطة مع بعضها،
وهي من ميزات الحقوق الواردة في الإعلان وفي العهد وفي الاتفاقيات، إنها بيقولونها كل لا يتجزأ، كل الحق مكمل للثاني. يعني مثلا الحق في الانتخاب، الحق في التعبير، الحق في الحياة، عدم التعذيب، نفسه موازي معه الحقوق الأخرى، حقي في التربية الجيدة، في التعليم، في الصحة، في الغذاء، في الدواء. للأسف حقوق ثانوية وحقوق أساسية، هاي للأسف في الدول الدكتاتوريات اللي بتنتهك، لأنك تشوف الدول المتقدمة كلها حقوق إنسانية ما في تجاوز. والشغلة الأخرى، هاي الحقوق معظم بلدان العالم أوردتها في الدساتير مش في القوانين. تعرف حضرتك أعلى درجة من السمو، يعني بجوز سعيد جدا حتى أرسم يعني مش بس صورة سلبية، بعد 2011 صدرت بعض التعديلات الدستورية في بعض البلدان العربية، بتوقف عند دستورين اللي هم الدستور المغربي والدستور التونسي، رفعوا مفاهيم حقوق الإنسان أعلى من القانون، خلوها درجة موازية للدستور ومرتبطة مع يعني مش تابعة على سلطة تنفيذية ولا أجهزة. فالحقوق اختصار بالإجابة كلها 32 مادة اللي واردة في الإعلان، منهم 20 مادة كل مادة تتحدث عن حق معين، كلها حقوق أساسية غير قابلة للتصرف، غير قابلة للتنازل عنها، وجزء منها الآن أصبحت مثل ما أشرت قبل شوية في البداية مش بس حقوق فردية، أصبحت حقوق جماعية للشعوب اللي أشرت لها، بجوز الأمثلة اللي أشرت لها حتى هاي يعني بجوز دليل على تأييد وجهة النظر إنها حقوق أساسية، إنه بعض الدول الآن بعض الاتفاقيات لا يحق لها إنها تبدي تحفظ على مادة وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لأنه بقول لك إذا الدولة تحفظت على بند معين هذا يعني بسموه التحلل من التزاماتها، وهذا بيعزز مبدأ أساسية. شكرا. الحقيقة تعقيبا على جواب الأستاذ إذا سمح لي، الحقوق لها أولويات، طبعا الحق في الحياة يتصدر هذه الأولويات، هاي الحقوق، فإن لم يتوفر الحق في الحياة لا يمكن أن نستأنف الحقوق الأخرى. فيعني هي هذا يعني هو لفظ تعبيري، يعني هناك حقوق متأصلة في الفرد، يعني لا يمكن لشخص يعيش تحت وطأة أو يرزح تحت وطأة سياسة التجهيل والإفقار والإذلال وتطلب منه أن يقوم بانتخابات وأن يدافع عن رأيه أو يعني عن صوته كما يقال. فهو هذا هو يعني اللفظة هي، فهنالك أولوية في الحقوق حتى تستأنف. أما بالنسبة للرفاهية هي للتندر حقيقة، أنه رسالة أنه هذه الحقوق الأساسية التي يفترض أن توفرها الحكومة جبرا، لأنه الحكومة هي جهة تنفيذية، هي ليست سلطة تشريعية، يعني هي جهة تنفيذية لخدمة المواطن، فتوفر له الحماية الشخصية، توفر له الحماية من الانتهاكات، توفر له الأمان الأمن. فهذا يعني الحقوق الأساسية هي باتت رفاهية في العراق، ورفاهية بعيدة المنال أيضا، لأنه أفرغت هذه الحقوق من مضمونها التحرري ومن غطائها الأخلاقي. أما من طبعا يعني هنا مسألة المطالبة والتعبير عن الرأي بشكل سلمي هذا مكفول بالدستور، لكن نحن نتحدث عن التطبيق وهي الأزمة في الحالة العراقية. تطبيق المواد الدستورية والقوانين والأنظمة هذه يعني مفارقة مضحكة مبكية الحقيقة، لأنه لا يوجد تطبيق، وإذا تم التطبيق تم تطبيق على أساس سوء النوايا. يعني اليوم الأجهزة الحكومية يوجد مئات الأدلة بل آلاف الأدلة على أن الأجهزة الأمنية الحكومية تتعامل بسوء نية مع الأشخاص. لماذا؟ لأن هؤلاء الأشخاص هم يعني معارضون للحكومة،
بل فقط على السبب أو رافضون للنفوذ الإيراني في العراق. فأين يذهب هذا الشخص؟ يعني ما يتعرض له ينبغي أن يتم توثيقه بشكل مهني، هاي أولا. وهذه طبعا مسألة يعني رئيسية جدا في موضوع حفظ الحقوق هو التوثيق. شكرا، إن شاء الله أكون جاوبت على الموضوع. إذن في الختام نجدد شكرنا للمتحدثين الكريمين على ما قدموه من معلومات قيمة من شأنها إثراء العمل في سبيل تشخيص الإخفاقات في تطبيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإيجاد الحلول المناسبة التي تساهم أيضا في إيقاف التدهور غير المسبوق للحالة العامة لحقوق الإنسان والتلاشي المرعب لحقوق الإنسان الأساسية وأهمها الحق في الحياة. ختاما نحييكم على أمل اللقاء بكم في ندوات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.